ارجوك ما في الدنيا ارجوك انا انتي بتخسي وبتضبي لسانك حاج تقولي لي ماما دنيا متى عينك بتطلعي قد ستاي؟ اسف انا ماما حاج حاج تبكي حبيبه قلبي انتي تعالي وقفي هون هدي اعصابك خليني افكر انا شو لازم اعمل ما لازم تسوي شيء يا حبيبه قلبي انا اللي لازم اعمل كيف لكان انتي صحتي اماني برقبتي قضيتي العادله ما راح اتخلى عنك هلا اول شغله لازم نعملها انه نأجل روحتك لعند هاي الدبي ام العبد وبعدين لكل حادث الحديث تاني شغله لازم نلاقي لك جواز سفري كيف لكان جواز سفر بخزن بابا اياه هون والخزنه وينها بغرفتنا خلص انا بدور عليها وبنكشها وبخلصها بقى انا بنكش الخزنه وبنكش جواز سفري بين ما اروح واجي انت شو بدك تسوي يا شاطره بتسوي كاسه لبن لبروقه ولا تساليني ليش لانه ما رح تفهمي علي يا الله حاج تقولي ماما حاج اسف انا ماما لبن انا كل شيء انا لبن انا يا سلحمام بهالقبور يعني عم بطول على خزني بتجرش ويتراب يعني بلغتها كيس كليات أرقام كيف لكن يا الله وعي هاي يلا حبيبي يلا نوحي محموس خلينا نمشي ماشيين بس العجلة بس ما بدنا نفهم بس هي الشغلة يا نوحي مين بدنا سند عينشني ناطي ناطي أنا إيش فهمني بس الشغلة إيش شايفتيني خريج تجارة واقتصاد حتى أشتغل في الزراعة ما بفهم حبيبي نجني ناطي شغلة سهلة كتير وممتعة يعني بدك تزنع تحصر تقطب عند السيد أبو العبد باي وتنح خانه وحكيت معه خليكم مبسوطين ومرتاحين وفرحانين وأنا مقبولة هون قاعدة لحالي ولادي بآخر الدنيا ماشي خليكم يلا نوحي احنا اليوم بدكم تفيقوا ما تلاقوني بالناقص خاتمكم لا تنسى تناضيها تطلب منك انها مثل ما رحتي عالشغل عندي مالك فوتي خلي الست رفا تسليك بالليالي Ha ha ha.